هذه الاحذيه جداد وهادو كسواج جداد. هنايا مجموعه من المتطوعين هنايا كيعزلوا اللباس ديال الرجال كيديرهم بوحدهم وديال النساء كيديرهم بوحدهم والاحذيه حتى هما كيديرهم بوحدهم وكاين شي مرات كيجيبونا حتى الالعاب ديال الدراري الصغار وكذا وكيعزلوهم هادو كاملين كيفيريفيو ديال الدراري ولا ديال وكيعزلوهم كل واحد كيدير بعد الشباب كلشي متطوع بحال هذه جميع الالعاب اللعاب راه عندهم الهي كيجمعوهم كيديروهم تما الشباب كلهم متطوعين كاع هادشي كاع متطوعين حنا وكيديروا في سبيل الله ان شاء الله الله عليكم الله يبارك فيك سوا ديال النساء تبارك الله هذا الشيء يتلج الصدر يعني سبحان الله العظيم تبان لي جمع واحد الكميه كبيره ما كنتش انا ناوي على هذا الشيء تبارك الله ولكن الحمد لله الوجاده معروفين بالكرم ديالهم ماشي غير وجاده مغاربه بصفه عامه الجمعيه ديالكم بعدا تعرفنا بها جمعيه عطاء في مدينه وجده وفقنا الله باش نوصلوا هذا العدد الهائل من المساعدات اللي كتجينا للمركز هنايا امام مسجد طيبه وصلنا لواحد العدد ما كناش متوقعين غادي نوصلوا لهذا الشيء والحمد لله وفقنا الله تبارك الله عليك وبالنسبه للناس اللي باغي تجي تطوع يعني انتم واش باقيين مستمرين في هذه القافله ولا فاش يكون انطلاقه؟ انطلاقه ان شاء الله حتى في العشيه مع 5:30 غادي نديهم شارجيو على حساب المسائل اللي عندنا هنايا بالملابس والافرشه والمواد الغذائيه وغدا 5:30 الخصائص اللي عندكم بالنسبه كاين مازال الناس اللي باغيين يجيو يتطوعوا سواء دروك في العشيه سواء غدا في الصباح ان شاء الله يعني الخصائص في عندكم الخصائص بالنسبه للخصائص باش نوجهوا الكلمه للناس اللي متطوعين باغيين يزيدوا يعاونوا ويساعدوا الناس ديال الزلزال اللي كنصرا لهم مشكل في الزلزال الخصائص عندنا في المويان ترونسبور بالنسبه للناس اللي بغاو يعاونوا يقدروا يعاونوا بالغازوال بالنسبه للديبلاسمون ديال مدينه مراكش والخصائص ديال لي ترونسبور الناس اللي عندها ترونسبور تقدر تجي تساعد مرحبا حنا هنا في اي مكان كنتواجدوا في جامع طيب الله يجزيكم بخير الناس اللي بغات تساعد سواء ماديا او لا عندها الكاميوات او لا عندها تجيب المازوت المهم ترونسبور عندهم خصائص لحقاش هاد الناس ما كانوش ناويين يكون هذا الشيء كثير ولكن الحمد لله الكرم كما قلت لكم ديال المغاربه راه تبارك الله هاد الشيء راه داروا ستوك في الجامع في الخيام هنايا والشتا راه جايه المهم غدو ان شاء الله الانطلاقه مع 5:30 من امام مسجد طيبه حنا كنتواجدوا في حي السعاده معروف بإيريس هنا قرب المستشفى الجامعي اللي بغى يساعد مرحبا وتبارك الله عليك ومشكورين هاد الناس ديال جمعيه عطاء اللي معاها تبارك الله اطور شابه يعني هنا الناس متطوعين بزاف منهم اللي بغاو يتصوروا بغاو يخدموا يخلوا لك شيء لوجه الله. الحمد لله كاين اطور اللي معنا في الجمعيه ديال عطاء كي ما يبغيوش يبانوا كيخدموا داك الشيء سري بينهم عمل تطوعي لله سبحانه وتعالى والشكر لجميع الاعضاء اللي كيعاونوا وكاع الساكنه اللي جاوا عطاونا يد المساعده في ايام السابقه وشكرا سي المساعده شكرا لك بزاف ديالك عندنا على المدرسه. علاش راكم ديروا السيلوفان زعما؟ على حساب الشتاء وباش كل الحاجه تبقى مع اختها تمشي من قاعده ان شاء الله. غير الصباب هذا هادو غير الصباب باش معاهم عمري ما لبستهم ها جابوهم لي مكناس هاهم هذا واحد الجاكيطه كانت عندي هكاك في الشقاع ديال الجيب ديال بلاتي نكتب النساء كتبها لك فوق شكون راه عنده السكوت ها هو لا خصنا نديرو السكوت على هذه المنطقه اش نعاودو صافي